كذا يا الحبل الكريم تسير انطلاقات تلو انطلاقات ومسار تلو مسار. هنا شوطنا الذي يسير وينطلق هو الشوط الرابع المخصص للجعادين الحقائق في هذه المسافة المقررة لهذا اليوم 3 كيلومترات، ونقترب من أول الحاضرين ممدوح. هنا سالم بن محمد بن عقيل يحتل المركز الأول، بينما اللي يليه وينتزع منه المركز الأول في هذه اللحظات أيضا شقيقة مياس لسالم بن محمد بن عقيل المري يحتل المركز الأول، بينما المركز الثالث وصول من قبل الفرات لعبد الله بن علي بن عامر العويسي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات، ورابع المراكز وصول من قبل الدرع تعود الملكية لأحمد بن سعيد بن مناله السويدي، بينما الشلال يختم خامس المراكز لأحمد بن سالم أحمد بن سعيد بن مناله السويدي. هذه الخمس المراكز الأولى اللي يعني بدأت في الناموس هذا الشوط وإبحارها في تحدي انطلاقات اليوم، لأن انطلاقات مميزة تأتي ضمن مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل حاكم في المنطقة الشرقية. شكرا أبو سعيد على هذا الدعم السنوي لهذه الرياضة في هذا الوقت من كل موسم ليأتي تجهيزنا المبكر لكل المواسم على طريقة مميزة وجميلة. عودة إلى البداية وعودة إلى شعار بن عقيل، لا يزال هو المسيطر والمتقدم ما شاء الله. هذا مياس سالم بن محمد بن عقيل المري لا زال مسيطر، لا زال على المقدمة الأولى والموكب الأول، لكن واصل الدرع هنا، واصل الدرع. هذه السلالة كذلك من خلال سلالة يعني المميزة من إنتاج بن منانة سال أحمد بن سعيد بن منانة اللي يحتل المركز الثاني مع وجود الدرع والمركز الثالث. هناك العويسي عبد الله بن علي بن عامر العويسي يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع الله هذا الاسم جديد وصل السليماني سعيد بن راشد بن غدير واصل في هذه اللحظة ويحتل المركز الرابع، يحتل المركز الرابع، خطير هذا القعود. عموما على كل حال بن منانة يحتل المركز الخامس ليقدم لنا الشلال في خامس المراكز. مشاهدينا الأعزاء هذه الخمس المراكز الأولى ذعناها على حضراتكم، لكن أكيد المراكز تغيرت وتبدلت، لأن الموجود هنا يفي بالغرض، يفي بالتحدي والانطلاقات القوية والسليمة. عودة إلى السليماني ما شاء الله تبارك الله، غير مسار الشوط وانتزع المركز الاول لسعيد بن راشد بن غدير المحنك. مشاهدينا الاعزاء بعدما فاز في الشوط الاول بوجود مياسه في اللحظه الاخيره وانتزع المركز الاول، بينما هنا ياتي السليماني ليضيف الانجاز لهالي مرغم مرغم مرغم، واكيد جود مورنينج هالي مرغم على هذا الانجاز وعلى هذا الابداع المميز في انطلاقات وميادين السباق ما شاء الله تبارك الله. اذا على البدايه وعلى المركز الأول لا يزال السليماني مسيطر سيطرة واضحة وفعالة على ناموس الشوط. المركز الثاني هناك شعار بن منانة يتدخل مع وجود الشلال في المركز الثاني، والمركز الثالث لعبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ولكن خلاص سار السليماني مشاهدينا الكرام بناموس وتحدي في انطلاقات الصباح. ونقطة ثانية يسجل هذا الشعار في هذا اليوم للمحنك سعيد بن راشد الحمد بن غدير، والسلام مرغم سلام واسعد الله صباحكم على هذا الانجاز المميز والانجاز الثمين الذي يقدم شعار سعيد بن راشد بن غدير في ميادين السباق. المركز الثاني اللي وصل ماي هاب لصالح بن او لحمود بن سالم العمري، وثالثا لاحمد بن سعيد بن منانه عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي في المركز الرابع، وصالح بن خادم الزرعياتي خامسا. مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقه تهانينا والناموس لبن غدير على الفوز بالمرة الثانية.